مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده بقناه الخاصه. وصفتنا اليوم عباره عن سلطه الكلماري التايلندي. المقادير اللي نحتاجها لهي السلطه عباره عن صوص تشيلي، كاشو، بصل اخضر، بندورة شيري الوان، نعنع، كلماري، خس وزبده. وراح نبلش مع بعض بعملان الوجبه. طبعا اول شيء بنحط الزبده، بنضيف عليها الكلماري، ونبلش نقليهن على النار عبين ما هن يجهزوا ويستووا. راح نركب السلطة مع بعض. طبعا بناخذ الخس، بنضيف عليه النعناع، بضيف عليه البصل الاخضر، وبضيف عليه الشيري الملونة. رشة زيت زيتون صغيرة، عصير ليمون كمان رش صغيرة، ورشة ملح صغيرة على الوجه. ونحرك السلطة مع بعض. وهيك سلطتنا صارت حاضرة، والكلماري بلش ياخذ اللون. راح نضيف عليه الكاشيو، ونقوم بتقليدهن، ونخليهن عبين ما يستووا. عبين ما يستووا بنركب الصحن السلطة، بنحضره، بيكون هيك كلماري كمان جهز وحاضر. وهيك الكلماري والكاشو صاروا ماخذين لون وجاهزات. رح نضيف عليهن صوص تشيلي الحلو، وهيك الكلماري صار حاضر ومستوي. راح احطها مع بعض على السلطة من فوق. وهيك سلطتنا صارت جاهزة. ألف صحة ونعم لكم. وقبل ما ننهي حلقتنا اليوم بتأمل منكم بدعم بلايك شير سبسكرايب لقناتي. شكرا لكم، ولنا لقاء جديد في حلقة جديدة. انتظروني.